يعني محاولة تكسب أكبر قدر ممكن من ال وفي المعاهدة الثانية أو المعادلة الثانية بس المعادلة الصفرية، يعني أنا أو لا شيء بالظبط، يا رأيي يا هنخربها. وهذا الكلام احنا مش عايزين نصل ليه. في العالم كله الناس بتعرف تصل إلى حلول وسط، حلول مشتركة يعني تستطيع ان انت تشعر ان انت كسبت وانا كسبت ثم بعد ذلك الوطن كسب. فاحنا عايزين نخف من حدة الاستقطاب السياسي وحدة العصبية في الرأي. انا رأيي يعني صحيح قد يحتمل الخطأ، وانت رأيك ممكن يكون ايضا صحيح قد يحتمل الخطأ، وبالتالي يا دكتور حضرتك دلوقتي الاخوان المسلمين اكبر فصيل سياسي دلوقتي في مصر. مين قال لك؟ اكتر قوه منظمه فعلا. انا عايز اسالها يا دكتور، ان المفروض ان الواجب دلوقتي على الاخوان المسلمين كاكبر فصيل سياسي في مصر وفصيل يعني ينتمي للتيار الديني ان هو يتبنى اللي هو موضوع او نقطه الحوار السياسي بين جميع التوجهات السياسيه في مصر. هو اللي حصل ان هم مش عايز اسالني. لا عفوا هو اللي حصل. انتوا طالبوا بالدستور اولا، هو في طلب بالدستور. عفوا انتوا خليني، هو بيسالني بعد اذن حضرتك. هو الان انا شايف ان في تحالف بيتكون، بمعنى ان الاخوان بداوا تحالف. يا دكتور في مصلحه مين النهارده؟ عايزين نعرف هل في احزاب تحالف بين الاخوان المسلمين القوى الليبراليه؟ لا لا لا، يعني في قوه مين النهارده؟ ما التحالف ده عمل انقسام بين لا واحنا مش عايزين انقسام. لا ده ممكن يبقى نواه لتحالف اوسع. بمعنى ايه؟ انا النهارده احنا الثلاثه قعدنا اتفقنا، ممكن الاتفاق ده يعجب اخواننا ويجوا ينضموا الينا، طالما ان احنا بنحاول ان احنا نتفق. لان انت مش هتتفق مع الناس كلها، يعني لو لما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل مش كل الناس امنوا بيه ومش كل الناس هتوافق على الكلام، لكن احنا بنحاول نعمل كتل، في كتله هتقبل وفي كتل تاني، لان في ناس بمعنى اصح مش عايزه تتحاور مع الاخوان. لو الاخوان دول بالضبط عملوا عجين الفلاحه وعملوا مش عارف ايه مش عارف النظام احنا خلينا واقعيين، في تيارات سياسيه لازم احنا يا اخواننا لازم نقبل بالاختلاف بغض النظر متطرفين مش متطرفين، احنا لازم نقبل بالاختلاف. طب هم مظبوطين يعني وبعد كده الصراع ما بهوش بين اسلامي وليبرالي. اما انا الدكتور وحيد عبد المجيد راجل ليبرالي واحترمه جدا، والراجل كتب مقاله في مصر اليوم لماذا تخافون من الانتخابات البرلمانيه. الدكتور عمرو حمزاوي مش راجل اسلامي ولكن اعتبر ان انقلاب على الاستفتاء انقلاب على الاستفتاء انقلاب على الشرعيه، وهو استاذ في العلوم السياسيه. في ناس كثيرين جدا طيارات ما هيش منقسمه للحد ان احنا نقول ده كذا وده كذا. عايز اقول لحضرتك حاجه، في جمعة اللي هي جمعة الثورة المصرية ثانية واحدة لو سمحت، جمعة الثورة المصرية الثانية اللي هي كانت أو ده هي كانت آخر اللي هي الثورة المصرية شوف عارف كان يوم كام؟ 27/5 هي جمعة الانتفاضة، لا جمعة الثورة جمعة الغضب الثانية جمعة الغضب الثانية كانت اللي هي 27/5 الإخوان ما جوش هنا. لا ثانية أنا عايز أقول نقطة بالتحديد، هم دلوقتي ما جوش هنا. أنا عايز أقول نقطة يا دكتور، اليوم 27/5 احنا عرفنا، انا جيت التحرير وعرفت ان شباب الاخوان المسلمين موجودين في التحرير مش كلهم برضه ماشي، يعني مجموعه من شباب الاخوان المسلمين موجود، قيادات الاخوان المسلمين ما شفناش اي حد منهم، ما سمعناش اي تصريح منهم، ويمكن في تصريحات طلعت منهم ان ان دعني انا متابع الموضوع، دعني اديك رد غير مطلوب. دعني اديك رد موقع الاخوان المسلمين الرسمي، هو لازم اتفق معاك ان هو يجي، هو محاول ما يجيش. موقع الاخوان المسلمين الرسمي يا دكتور، موقع الاخوان المسلمين الرسمي على النت جاب يعني اتكلم عن جمعة الغضب الثانية على انها جمعة ملهاش شعبية، جمعة الوقيعة بين الشعب والجيش، جمعة ما كانش فيها ناس كتير، ما كانش فيها عدد، ما كانتش جماهيرية زي كل جمعة، مع ان دي ما كانتش الحقيقة، كانت جمعة فيها عدد كبير بس طبعا مش زي الجمعات اللي هي اللي قبلها، بس كان في ناس كتير زي النهاردة مثلا. ومع ذلك الموقع الرسمي للإخوان المسلمين قال ان الجمعة زي قنوات فضائية ثانية كتير. قريت. فده طبعا حاجه مش كويسه في حاجه. انا عايز ضد الفرصه بقى يعني انا سعادتك انا ملم بالقصه دي. أيوة. لكن اللي حصل ايه؟ ان الاخوه اللي دعوا لهذه الجمعه دا
دعوا عملوا صفحه على الفيسبوك قال لك انا ما شعرتش بالتغيير انا نازل تاني التحرير جمعه الغضب الثانيه ماشي. الان مش من حق اي طرف بمفرده ان يعمل ثوره تاني. احنا لسه هضمنا الثوره الاولى ليه يا باشا؟ لا ليه يا مولانا كده يا لا لا يا سيدي يا سيدي احنا لدينا ثوره عايزين نكملها صحيح مش كل اهدافها اتنفذت. ما احنا انت جاي ليه دلوقتي يا سيدي؟ ايوه لكن شعارات كثيره رفعت مشوشه. ناس قالوا ان احنا هنصطدم مع الجيش وناس قالوا احنا مش عارفين نغلب على الشر. فاذا الكلام ده كله لما تكون فيه شيء من اللخبطه بترسل رسائل يعني مشوشه للراي العام. انا بقول ان احنا يا شباب ائتلافات بتاعتنا الحلوه ائتلافات شباب الثوره مع القوى السياسيه الموجوده لازم يكون لنا حاجه تجمعنا نقعد نتداول فيها في مكتب ولا في غرفه ولا في قاعه ثم نخرج بيها بنتيجه نخرج نعلنها على الشعب المصري. لكن لو انا النهارده دعيت جمعة مش عارف ايه اسامة رشدي يدعو جمعة الغضب البتاع انت مش ملزم انك تتابعني وتتابعني ليه؟ ممكن خمسة ستة عشرة يقولوا هذا هو ده راي كويس ممكن لكن لو انا يمكن اللي بتنادي بيه حضرتك لا مش من حقي الشعب المصري يا هواه مش من حقي انا لوحدي لان انا مش من حقي حضرتك نفرض عليك رايي. انا من حقي ان انا افرض على مين الرؤوس القوم يا ناس الموجودين هنا في واحد واثنين وثلاثة طب ايه رايكم احنا عايزين نعمل كذا يقولوا اه صح صح التوقيت مناسب المكان مناسب يكون في راي جماعي ثم نخرج بيه للشعب ندعوهم للخروج وبعد كده نعمل لجنة تنسيقية تنظم المكان بدل ما انت حياتك هنا ده قاعد يتكلم لوحده وده قاعد يتكلم لوحده وده قاعد يتكلم لوحده. الحل ايه؟ نروح عاملين الحل ان احنا الحل ان احنا لازم يكون في تنسيقية قوية يعني زي حزب يا دكتور لو سمحت يا دكتور انا مش عايز حزب الاحزاب دي اسمعني احنا الاثنين اسمعني احنا الاثنين نكون ممكن نكون مؤمنين بالسبب اللي احنا واقفين فيه النهارده لكن انت ممكن حياتك تكون يساري وانا ممكن اكون ليبرالي وده ممكن يكون الائتلافات يا اخوانا اللي هي فوق حزبيه. اول مره اجي هنا النهارده فوق حزبيه فوق حزبيه بمعنى ايه؟ انقاذ الثوره ده هدف فوق حزبي انقاذ الثوره محاكمه اقطاب الفساد واللي زلونا اقرار اقامه مؤسسات دستوريه قويه لمصر مره اخرى حتى يتمكن الجيش من اعاده تسليم السلطه للشعب هذه اهداف فوق المحاكمات اللي حصل ده بطء المحاكمات اللي احنا فيه حاليا دلوقتي انا مش مشغول ببطء المحاكمات هو حضرتك ما حدش حصلت له اي حاجه. انا افهم انا شايف في القانون انا افهم شويه الحكم العسكري بتتعامل فيه انا مش عايز